السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهنا ووجوهكم على النار. First and foremost, like always, we start by praising Allah Almighty, for He is entitled for all kind of praises. We praise Him, we thank Him, we seek refuge in Him, and we ask Him subhanahu wa ta'ala to be amongst those whom He determined that they will be guided. But when He subhanahu wa ta'ala guide a soul to the path of righteousness, no one can misguide such soul. When Allah subhanahu wa ta'ala determined that a soul will be misguided, no one can bring it back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Furthermore, we adhere to the words of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. We take them to the heart, we implement them on ourselves and on our loved ones to the best of our abilities at the command and the suggestions and the recommendation of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, through the best ways that he sallallahu alayhi wa sallam have left behind. And I bear witness there is no one worth worshipping but Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and his messenger. He sent him to mankind with the absolute truth and the complete message that has no liking, and there's nothing that came after that message like Muhammad sallallahu alayhi wa sallam promised and said that would not come anything after him. And that he sallallahu alayhi wa sallam commanded us and ordered us to follow his lead on the way that he have left behind us, behind him sallallahu alayhi wa sallam. And he warned us against all the innovation that might happen after him. He said sallallahu alayhi wa sallam, avoid innovations, be wary of the innovations, because every innovation leads to astray and every astray leads to the hellfire. May Allah protect us all from the hellfire. ثم أما بعد عباد الله فقد وقف الحديث في الجمعة الماضية على ما كان من عبد الله بن الثامر رحمه الله ورحم جميع المؤمنين الذين آمنوا برسالة الأنبياء الموحدين الذين جاءوا بأمر الله عز وجل بتوحيده بالعبادة وإفراده بالألوهية وألا يكون له شريك معه لا في ملكه ولا في حكمه ولا في أمره. وقلنا أنه بعد أن وقع الأمر بين يدي الملك وكان من إغرائه له بترك أمر الله عز وجل والانصراف عن التوحيد والإشراك بالله واحتال ذلك جميع الاحتيال، فقلنا أنه أرسله في جمع من الرجال وصعدوا به أحد الجبال يريدون هلاكه وإهلاكه، وكان ذلك من أمر الله عز وجل الذي قدر لكل شيء قدره. فقال عز وجل في كتابه الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا يقع أمر عبثا ولا يحصل أمر لا يريده الله عز وجل. وحكمته اللامتناهية البالغة في التفصيل والتأويل والتأميل كانت سببا في دخول كثير من العباد في تلك الحادثة في طريق رب العباد وترك طريق الشياطين والمشركين الذين حادوا عن الدين. فصعدوا به إلى الجبل يريدون هلاكه وإيقاع الخوف في قلبه حتى يرجع عن مقاله قبل أن يصل إلى قمة الجبل. فما كان من الغلام إلا أن قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. فما كان من الجبل إلا أن اهتز من تحته وارتجف وأوقع من كان فوقه من الرجال، ولم يبقى منهم إلا مثلة وقتلة وموتة، ولم يبقى إلا ذلك الشاب وحيدا. فرجع إلى الملك ماشيا يخبره بأنه لم يقع له مما كاد له شيئا، وذلك مصداق قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، ومصداق قوله تعالى: وأرادوا به كيدا فكانوا هم المكيدون. فهذا لا يخرج عن ذلك الإطار البتة. So in the last Friday we were speaking about the story of Abdullah ibn Thamir and what has happened to him with the king who tried to take him out of the path of the truthness, the path of Allah subhanahu wa ta'ala, trying to force him to replace his belief in Allah subhanahu wa ta'ala and to take the belief of those who have chosen to give Allah subhanahu wa ta'ala partners.
While Allah subhanahu wa ta'ala made it clear through his messengers all that there is no one shall be associated with him in the powers that only him subhanahu wa ta'ala can possess and can claim. And that was the reason why the king tried to put the fear in the heart of that little child, the young child who just upset the king because he was following the way of Allah subhanahu wa ta'ala. As a result, we said that this child was sent to the mountains with a group of men and soldiers who were designated to just end his life and put the fear in his life. Maybe before he gets to the reach or he reached the peak of the mountain, he would renounce the religion that he have followed and embraced, which is the belief in the oneness of Allah Almighty. And this is, according to many of the historians, was the beginning point of putting the faith of true Christianity at a time, believing in the oneness of Allah without the association of anyone in that part of the world that's called Najran. The result that was that child, as soon as he got to the tip of the mountain, he started making the dua that we said that the person shall always say this dua when he is going through any type of hardship. He said, Allahumma kfinihim bima shi'at. Oh my Lord, do whatever you wish with them. And it was the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala that none of them stayed as the mountain started shaking underneath them. They all fell off that mountain and died except for the child who went back walking to the king, presenting himself and showing him the wisdom and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا رَأَى الْمَلِكُ ذَلِكَ الْغُلَامُ قَالَ مَا شَأْنُكَ وَأَيْنَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الرِّجَالِ قَالُوا إِنَّنَا عِنْدَمَا صَعَدْنَا الْجَبَلِ أَهْلَكَهُمُ الله عن بكرة أبيهم. فقال الملك مغضبا في حضرته جنود ورجال أكفاء يقومون بتلك المهمة إلا أن الله عز وجل ماض أمره ولو أجمع على ذلك أشد الرجال وأعتاهم ألا يقع أمر الله عز وجل فهو واقع لا محالة. فأمرهم أن يذهبوا به إلى البحر ويضعوه في قرقورة ثم يلقونه في وسط البحر حتى يهلك. فلما مضوا به وانطلقوا إلى عرض البحر فإذا بالغلام يقول ما قاله من قبل، اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتج القارب بمن فيه وهلكت السفينة عن بكرة أبيها إلا ذلك الغلام الذي كان من شأن الله عز وجل له ألا يموت تلك الميتة بل أن يرجع إلى الملك حتى يريه إعجاز الله وأمر الله عز وجل. في هذه القصة حكم كثيرة، فقط ليس من باب تعلم تاريخ السحر ووقوعه قبل الإسلام وكيف كانت الممارسات التي تمت في هذا الأمر، بل أن هذا الأمر فيه شيء عظيم من إظهار الولاء لله عز وجل والإخلاص له والوقوف على الحق وإن زالت التحديات، حتى وإن كان الباطل ظاهرا وقويا إلا أن الحق فإنه لا بد أن يقوم حتى وإن تكاثر عليه الرماد كما يتكاثر الرماد على الجمر. فنفخة واحدة في الرماد يطير الرماد ويبقى الجمر مضيئا منيرا قويا بشدته وحرارته وإنارته. And then the king at that time, at that point, was desperate to get rid of this child, but he wanted to set an example. And that's the approach of most of the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. When they want to show their power and their authority, they do not do things in silence. They have to show the power they possess and they have to show that they are in control. So it was the next command of the king that this child must be taken to the sea and thrown in the middle of the sea with witnesses to see that and report that to people when they come back. And so Allah subhanahu wa ta'ala have also the wisdom on not ending this child's life in such a way or in such manner. Rather, regardless of the fact that this child at the end of the story, he will face his fate, which is evident at this point. But Allah subhanahu wa ta'ala also have a wisdom in that, and that's to show that the way of Allah subhanahu wa ta'ala is not easy. It's kind of hard and difficult. And his death
will not go in vain. It's not going to go, you know, without a huge or bigger price that come with it. But this is a child who have submitted to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is very evident in this story to understand also a very important thing, that the truth and the reality, regardless of what the situation that surrounds us, will come out eventually. The haqq, regardless of the number of the people of the batil, the people who are against the truth and the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and the word of Allah subhanahu wa ta'ala, it doesn't matter the number of these people or the number of the groups will be against that way of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah eventually will make the truth rise and prevail. It's just like when the ashes are surrounding the coal, it does not change the fact that the fire is still sitting there underneath. One blow into that ashes and you will see the fire, and you will see and feel the heat of that fire. And then this child goes into the ocean with these people, and they were trying or attempting to get rid of him, but again he says the same dua, Allahumma kfinihim bima shit, oh Allah, do with them or deal with them as you wish. As he says this dua, the boat rocks on in the ocean. It goes ups and down, and no one on this boat is left alive except for this child, who again goes walking straight to the king. And the king look at him in desperation. How am I going to get rid of this? اعلموا عباد الله أن أهل الباطل يقع لهم مع أهل الحق مواقع عظيمة جدا جدا حتى يصبح صاحب الباطل في حيرة من أمره ويندم أشد الندم على وقوفه في وجوه أمثال هؤلاء. لماذا؟ لأنه يشعر بالضعف وقلة الحيلة وأن أمره بات إلى الانكشاف قريبا جدا. وهذا ما كان من شأن الحجاج بن يوسف الثقفي عندما ابتلاه الله عز وجل بسعيد بن جبير فأراد أن يهلكه، فكان له ما أراده، فلما وقع له مراده وقع له من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله حتى كان يقول مالي ولسعيد بن جبير حتى أهلكه الله على ميتة شنيعة. This is the history to repeat itself. This is how things is. Always Allah subhanahu wa ta'ala will put a person, one person that will stand in the path or on the face of the batil, to the point that the batil, the munkar, will feel like it is so weak and it cannot do nothing for this person. How can I get rid of it? Regardless of how much power they have. Look at the history and read the history of Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi and what happened and what went down with him and between him and Sa'id ibn Jubayr. He searched for Sa'id ibn Jubayr day and night, even though sometimes they would come to him with a clear evidence of his surrounding and his the area where he is. He would try to avoid catching Sa'id ibn Jubayr. But like always, the people of the batil, the arrogance gets in between and they don't want to look like weak, and they will go sometime through with the wrong deed, thinking that they are doing the right thing by protecting their honor. They think that this is my honor. But then what happened to Hajjaj ibn Yusuf? He used to cry in the nights and used to say, oh Allah, what do I need with Sa'id ibn Jubayr? I don't want Sa'id ibn Jubayr. Eventually he killed Sa'id ibn Jubayr, and that was the last thing that he ever did, and he died a death that the history to this day is still recorded. هذا ليس فقط ما كان من سعيد بن جبير، بل كثير من أمثال سعيد بن جبير من أهل الحق الذين تعرضوا للضغط وللباطل. ومثل ذلك وقع للإمام أحمد بن حنبل، فمن قرأ التاريخ يعلم أن المأمون ندم على استجلابه أحمد بن حنبل عندما أراد أن يحمل الأمة كلها على الإيمان بخلق القرآن، فأتى بشيء من البهتان عظيم لم يعرفه أحد من الناس. كان يعلم أنه ليس على الحق، كان يعلم أنه على الباطل، ولكن كما قلنا أن أهل الباطل يكون عامل الكبر
حائلا بينهم وبينهم وبين الرجوع عن الباطل والرجوع إلى الحق. فهذا المأمون يدخل عليه عباد المخنث، وكان معروف بأنه رجل ماجن لا علاقة له بأمور الدين لا من قريب ولا من بعيد، ولكن الفتنة إذا جاءت عباد الله لا تعرف صغيرا أو كبيرا ولا حقيرا أو عظيما، بل أنها تأخذ الجميع، فتصفي من كان من أهل اليقين وتخرج من كان من أهل الشك عن اليمين. This is not just the story of Sa'id ibn Jubayr of Abdullah ibn Thamar. This even happened in the time of the Khalifa the Ma'mun, when he tried to force the entire ummah to believe that the Quran was created and it wasn't the word of Allah. It was a huge challenge that he had, you know, put the whole ummah through. And then when he encountered the standing of Ahmad ibn Hanbal, may Allah shower him with his mercy, he had a huge regret. And subhanallah, he wasn't even still alive to face Ahmad ibn Hanbal, even though he was brought in chains all the way from his home to the palace of the Khalifa. And this story, even there's a guy, his name is, a guy they call him the Mukhannath, they call him. He was also brought to just, you know, say whatever everyone is saying, to admit that the Quran was created. فَدَخَلَ عَبَادٌ الْمُخَنَّثَ عَلَى الْمَأْمُونَ وَهُوَ يَبْكِي وَقَالَ الْمَأْمُونُ لَهُ مَا يُبْكِيكَ يَا هَذَا قَالَ قَدْ مَاتَ الْقُرْآنِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فِي هَذَا الرَّمَضَانِ ولياليه الطوال من غير قرآن يتلى قال ويحك يا هذا وهل يموت القرآن قال أصلح الله أمير المؤمنين أليس كل مخلوق يموت ألا تقولون أن القرآن مخلوق فأدرك المأمون أنه إنما أراد الاستهزاء به وإيقاعه في شر أعماله فقال اصرفوه عني أخرجوه يا له من مجنون معتوه ولذلك قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. And as you see in the history of Ma'mun, he already was forcing the entire ummah with his scholars and his student of knowledge, and everyone held the position of knowledge to say against their will that the Quran was created. And here, this punk walks through the door and he looks at the imam and the khalifa and he says, while he's crying and shedding the tears, what a calamity our leader, what a calamity our khalifa. And the khalifa looks at him and he says, what is happening? Why are you crying? He says, well, I give you the bad news of the death of the Quran. The guy, the Khalifa, looks at him and he says, the death of the Quran. What are you talking about? How does the Quran die? He said, well, Your Highness, you're saying that the Quran is created and everything created comes to an end of death. Except the words of Allah. At that point, he realized what kind of trick that he was put in. And he said, take him away, take him away, let him go. He knew that he was wrong. Even a punk proved him wrong in his weird point of saying something that is not sensible. But Allah, again in the Quran, says, and they have denied it utterly, but they knew it was the truth in their heart. The only thing that stopped them is the arrogance and the oppression. وهكذا أحبتي في الله يدخل عبد الله بن الثامر على الملك وهو يمشي والملك لا يزال يزداد عجبا من أمر هذا الغلام فيقول له أين أصحابك؟ قال قد أهلكهم الله. قال اسمع أيها الملك إنك لن تستطيع على قتلي ولن تقدر عليه حتى تفعل ما أقول لك. قال وما ذاك؟ قال أن تجمع الناس على صعيد واحد ثم تجعلني على مكان عال ثم تأخذ مني شابي سهما وتقول بسم الله رب الغلام وتطلقه علي فإنك إن فعلت أموت وأما غير هذا فليس لك علي سبيل. هو ذلك الوعد الذي وعده الله عز وجل أنه ليس للمعتدين على المؤمنين سبيل. ويفعل الملك ما يأمر به الغلام، ولهذا الترتيب من الأحداث الربانية ما يقود إلى الإيمان، فيصعد بالغلام إلى مكان مرتفع ثم يأخذ من كنانته سهما ثم يشد وتره حتى يقوس أمره ثم يطلقه وهو يقول على مسمع
وعلى مرأى من الحشود بسم الله رب الغلام، فيقع ذلك السهم في مكان قد لا يصيب أحدا في مقتل ولكنها مشيئة الله عز وجل، فيخر الغلام صريعا فيرى ذلك الأمر حشود الناس المجتمعة فيقولون في وقت واحد آمنا برب الغلام. And so the child tells the king, listen, do not waste your time. You're not going to be able to kill me unless you do what I tell you. And that's by taking one of my arrows, my own arrows. Take me to a high place and gather all the villages around the town. And then pull that arrow back, and before you send it out, say, in the name of Allah, or the Lord of the child, and let it go, and know that I will die from that. And so he did. He took the child to a high place, a hill. And around that hill, he gathered all the villages in the town and the people of the towns around them to witness this great episode of the ending of this great so-called fitna for him. And he says out loud, in the name of God, the Lord of the child. And he let go the arrow and the child dies. At the moment, everyone is watching. What is happening? The king is not calling upon himself. He's calling upon the Lord of the child. The miracle happened and the story was broke in a way that everyone realized that this child was calling for the truth. So all of them, they say, we believe in the Lord of the child. هذه القصة العظيمة تدل على الإيمان إخواني في الله والمؤمن هي حالات من البلاء في هذه الدنيا. كثير من الناس وقد قلتها في الخطبة الماضية قد يشمئز نفسه وقد ينزعج وقد يضيق من البلاء الذي يقع عليه. فاعلم يا عبد الله أن المؤمن مبتلى، وكلما زاد العبد إيمانا بالله كلما زاد ابتلاءه، وذلك ليمحص الله الذين آمنوا منكم والذين نافقوا الذين أشركوا. أم حسبتم أن الجنة تدخل هكذا دون ابتلاء، تدخل هكذا دون امتحان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد يقينك وتعلقك بالله كلما زاد البلاء عليك، وذلك من محبة الله لك. فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه حتى يأتيه يوم القيامة وليس عليه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتلى المرء في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي ولده حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. This is a test from Allah subhanahu wa ta'ala, and this is something must be understood, that Allah subhanahu wa ta'ala, when He loves you, He will test you. This is given. There's no storyline in the history that tells you otherwise. Every time the believer are tested. Because the Jannah is not an easy prize. It's not an easy approach. You have to show that you are worthy of the Jannah. Worthy of coming to Allah subhanahu wa ta'ala with such heavy load of this life. Allah subhanahu wa ta'ala, like the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when he loved his slave and his servant, he will test him. And he said, sallallahu alayhi wa sallam, the greatest amongst people to be tested are the prophets and those who are like them and those who are like them. He said, sallallahu alayhi wa sallam, a man will be tested in himself, his wealth, his wife, his children. He said, until he walks on the earth and there's no sin on him. You come to Allah with a clean sheet. All these tests and this hardship that you go through will be your ticket to the Jannah, insha'Allah. فلا يكون العبد على حال من اليأس أو حال من السخط على الله عز وجل، بل إذا رأى أحدكم مصيبة أو وقعت به بلية فليقل الحمد لله، وإذا ألمت به نائبة من نوائب الدهر فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا نزل عليه البلاء من قريب أو بعيد فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الامتحان عظيم
ولعل قصة هذا الغلام وما كان من أهل القرية التي خلدت في كتاب الله عز وجل. تلك القرية هي القرية التي نزلت فيها سورة البروج، قصة أصحاب الأخدود. فإن الملك لما رأى هؤلاء القوم وقد نزعوا إلى الإيمان ونزحوا إلى الله وتركوا ملكه وتركوا حكمه وتركوا عبادته، أمر بالأخاديد أن تخد وأن تشق الطرقات وتملأ هذه الأخاديد بالنيران وتؤجج فيها بالزيوت حتى يمتحن المؤمنون في إيمانهم. And so the story of this child and this village, this town whom the Quran have made their story lasting forever, it is known in the Surah of Buruj, they are called the people of the trench. When he realized that everyone have left his ways and he submitted himself to Allah, or they submitted themselves to Allah subhanahu wa ta'ala, that didn't go well with him. He commanded his soldiers to create trenches throughout the town and dig the ground and fill it with oil and fire until the fire burst for days and nights. And then they would walk to every door and knock on every house and ask them to come out and renounce this new belief. If they accept, they go back with the prize to their home. And if they say no, they take them and throw them in the hellfire. وهكذا مضى أمر الملك، فأمر الجنود أن تمر على البيوت وتدق على الأبواب وتخرج الناس من دورها فتخيرهم إما بين جنة رب العباد وإما جنة العباد المزيفة، فيخير أحدهم بين دينه وبين ربه وبين ملك الدنيا الزائف ونعيمها، فيرفضون فيلقى بهم في النار. وهذه القصة أيضا تشتمل على قصة الغلام الذي تكلم في المهدي، وهو أحد السبعة الذين تكلموا في المهدي غير عيسى عليه السلام. والمشهور أن عيسى عليه السلام قد تكلم في المهد، إلا أن في السيرة وفي التاريخ أطفال آخرين غير عيسى عليه السلام قد تكلموا في المهد، مثل غلام يوسف عليه السلام. عندما تقرأ سورة يوسف وتسمع قول الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد منه قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى أن ذلك غلام كان في حضن جارية، فلما اتهمته امرأة العزيز بأنه هو من اعتدى عليه، وهكذا كان أمرها ومكر النساء لا يهون ولا يضيع، فقالت للعزيز عندما رأت ما كان من اشتطاطه وأدركت أن الأمر واقع لما لا محالة، اتخذت حيلة بتلفيق التهمة لنبي الله، فقالت له مصطنعة البكاء دموع التماسيح تسري فتقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا النبي يدافع عن نفسه ويقول: هي راودتني عن نفسي، ثم يشهد الطفل الصغير فيقول: لم يفعل ذلك. وعندنا الطفل في قصة جريج، وهو رجل عابد جاءته أمه تدعوه فنادته ولم يستمعها، وهو ماذا؟ اسمعوا يا عباد الله، هذا رجل عابد واقف في صلاته تناديه أمه فيقول: يا رب صلاتي أم أمي؟ يناجي الله في صلاته: اسمع يا من تعق والديك، اسمع يا من لم تعرف طريق البر، اسمع يا من تستكثر على والديك كلمة نعم وحاضر. هذا عبد واقف في الصلاة في صلاته يقول: ربي صلاتي أم أمي؟
واسمعنا أيتها الأمهات الفضليات، يا أخواتي ويا أمهاتي، يا من تستمعنا إلي، خطورة الدعاء على الأبناء حتى وإن كان ابنك غير بار بك فلا تدعي عليه، لا تدعوا على أبنائكم، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل ادعوا لأبنائكم بالصلاح وإن أساؤوا فإنكم إن دعيتم عليهم استجاب الله، وإن وقع بهم البلاء أنتم من تبكون بعد ذلك. فإن أصيب بإعاقة قد تتركه زوجته، قد يتنكر له أولاده، أما الأب والأم فإنهم يقومون بابنهم ولو كان ابن 60 وابن 70. ترفع يديها العجوز إلى السماء فتقول: اللهم لا تأخذه إلا وقد عرضت وجهه للمومسات، فتقع الدعوة حرفيا بعد أن جلس من الأشقياء مجموعة يخططون: ما شأن هذا الرجل العابد؟ ما شأن هذا الراهب؟ أحسن منا في إيش؟ لابد أن نكيد له. فتقول لهم امرأة: أنا أكيد لكم به. وهي امرأة مومس عاهر. شوف دقة الدعوة، دعت ألا يموت إلا وقد رأى وجوه المومسات. فتذهب إلى الناس وقد كانت أصابت حملة، وقد مضى على ذلك الحمل مدة وبانت بطنها وظهرت، فقالت للناس: إن الذي في بطني، وهذا بعد إيش؟ ها؟ بعد أن ذهبت لجريج وحاولت معه حتى تغريه، إلا أن جريجا لم يهتم لها فزادها غضبا. الشيطان يعمي الإنسان، وبالذات إذا كان إنسان متكبر وفيه شيء من الشرر، فمن الناس شياطين من الإنس أشد شياطينا من الجن، ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولكل نبي جعلنا عدوا شياطين الإنس والجن. فترجع إلى الناس فتقول: إن الذي في بطني من جريج العابد. والناس فيهم عادة من التفاهة ما يكفي، أنهم يصدقون كل خبر سيء ما يحتاج يتحقق، ما يحتاج يبحث ويسأل، مجرد ما يسمع خبر سيء لا يسأل: مصطفى الكناني نصاب وحرامي، لا تخلي يصلح لك فرشة، راح البزنس يا مصطفى. الناس يصدقون دون بحث، هكذا مجرد ما سمعوا الخبر راحوا على طول إلى جريج، ثم جروه من لحيته وألقوه على الأرض وواطأوا عليه وكسروا صومعته فوق رأسه دون أن يتأكدوا هل فعلا هذا الغلام ابن جريج ولا لا، وهو عابد وراهب. وما يشاء الله عز وجل، بعد أن نبذ هذا الراهب أن تضع هذه المرأة حملها، فيأتي جريج والناس حوله وينخز الغلام في بطنه فيقول: يا غلام من أبوك؟ فيقول: أبي الراعي. ندم الناس وتراجعوا عن خطئهم وأحسوا بجرمهم، فعرضوا عليه أن يعوضوه عما فعلوه حتى بنوا له صومعة من ذهب، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن أساءوا وتجردوا من معاني الحياة كلها. See, this is a history that keeps repeating itself. And the story of Juraij, because he's one of these seven children that spoke in their crib. We have Yusuf alayhi salam, when the wife of Aziz wanted him so bad and he rejected her, and the leader of the armies, her husband, knew that something was wrong. She immediately went to him crying and she said, what would you do to a man who tries to go around and sleep with your wife? Yusuf alayhi salam, he said, I didn't do it. She's the one who was trying to do it to me.
In this ayah you read in the Quran, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Surrounded by liars who came and possessed themselves as witnesses against Yusuf alayhi salam, Allah made a child speak the truth. Look at his clothes. If his shirt is torn apart from the front, then he did it. If his shirt is torn apart from the back, then she did it. And so they found the remark and the evidence that Yusuf alayhi salam was innocent. The tendency of people of believing the evil, it is great. It's a great deal. People are always ready to believe the worst of people. They take the news and they do not verify that news. They don't have to verify. They like gossiping. They like backbiting, but they don't like verifying, even though Allah commanded us in the Quran not to do so. And so, in the story of Juraij, and this is a great story for you to learn today. And it's a very great story for the mothers and the fathers to understand and learn that regardless of what the situation is between you and your child, do not make dua against him. Do not supplicate against him. Something bad happens to him, because believe me, at the moment that you're angry at him, you're not paying attention to the fact that if anything goes bad or wrong to this child, you'll be the one looking after him. Even if he's 60 or 70 years, learn this carefully. Your children may announce you, denounce you. Your wife may leave you, but your parents, they will never leave you. When something goes south, they will be the one to take care after you, even if you are 70 and 60 years old. And so, Juraij was standing in his place of prayer. And his mom comes by and she calls him, Juraij, oh Juraij. Juraij is in prayer. He doesn't know whether he should cut his prayer and go to his mom or not. And he's debating that, and he says in his salat, oh Allah, my mother or my salat? Oh Juraij, his mother shouts again. He wouldn't cut his salah, so she makes a dua against him. Oh Allah, do not take his life before he sees humiliation and the faces of the prostitutes. That was a specific, peculiar dua that she made against him. But guess what? It happened exactly like they made the dua she made. And so there were some group of people who were jealous of Juraij, who is always in piety and praying to Allah. So they were thinking and sitting and speaking their thoughts out loud. We need to do something about this dude. He can't be so pure and such a good person. We need to do something about that. We need to change that about him and show the people he's not all perfect. What shall we do to him? They sitting, plotting. And then this woman passes by and she hears the story. I'd do it if you give me money. And she was, or happened to be a prostitute. They say, you do it? You do it to get your prize. So she goes to Juraij in his place of worship. And she tries to attempt him. But he doesn't look at her. He said, stay away from me. Does she stop there? No. She was already bearing a child inside her. So she goes around the town and she says, the child in my womb is from Juraij, the pious man. People have the tendency to believe the evil. They don't justify. They don't verify. They don't go through it. They just believe it. All it takes is just one word. Pick a name. Rakan. Be aware of him. This dude is going to screw you up. That's all the people need to hear. And Rakan is gone. Khalas. They don't have to justify or verify. No, no, no. And so they did. They went straight to Juraij. They pulled him from his beard. And they beat the crap out of him. They destroyed his place of worship. You're not worthy of worshiping Allah. Boom.
And Allah has wisdom. And the lady delivered the baby. And Juraij goes to the newly born child and poke him in his belly. And he says, who's your father? He says, my father is the shepherd. People in regret around him, begging him to forgive them. Please forgive us. We're sorry. We just believed her. We didn't do our due diligence. We apologize. Juraij, they built him a place of worship made of gold. But after what? After the damage was done. وفي قصة أصحاب الأخدود وضعت النيران على مر الطرقات وخير الناس ما بين عبادة رب العباد وعبادة المخلوق فاختاروا رب العباد فألقوا في النيران ماتوا موحدين بالله عز وجل حتى جاءوا إلى امرأة ومعها أطفال فخيروها ما بين الكفر بالله وما بين الإيمان بالله فاختارت الإيمان بالله حيدر أجيب لك قهوة بالمرة خير يا عمي جمعة فجاءوا إليها فألقوا الطفل الأول في النار أمامها حتى يهتز فؤادها وترجع عن أمر الله إلا أنها صبرت وقالت لا أبدل ثم أخذوا الطفل الثاني فألقوه أمامها وهي تقول لا أبدل ولا أغير حتى ألقوا أربعة أو خمسة من أطفالها لم ترمش ولم تبدل وصمدت على كلامها ثم ألقوا نظرة فإذا بوليدها في حضنها انتبهوا يا أخواني العلاقة بين الأم والطفل الرضيع هي أشد العلاقات قربا أشد من الطفل الكبير الأم تحب ابنها وليدها نعم لا شك ولكن الرضيع بحكم ولادته الحديثة ورضاعته من أمه يكون أشد قربا لها ولذلك القرآن دقيق القرآن واضح القرآن جميل بلاغ عظيم جدا في القرآن فيصف أهوال يوم القيامة وكيف هي شديدة يقول يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال المفسرون رحمهم الله تعالى معنى قوله يوم تذهل كل مرضعة يعني الأم التي في حالة إرضاع جنينها من شدة ما ترى ترمي جنينها لشدة القرب بينها وبين جنينها وبرغم شدة تلك المسافة وقربها إلا أنها لا تستطيع أن تتحمل ما تراه من أهوال القيامة فيأتون إلى هذه المرأة ويأخذون رضيعها من حضنها فيقولون لها إما الإيمان وإما أن نلقي هذا الغلام هنا يرتجف قلب الأم هنا اهتزت ولم تكن على تلك القوة من الثبات على إيمانها لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى أشد نقاط ضعفها غلامها الرضيع إما الغلام وإما الكفر بالإيمان فأرادت أن تتراجع إلا أن الله أنطق الغلام فقال لها اثبتي يا أمه فإنك على الحق فألقوها ورضيعها في النار. The challenge is great. It's amazing what happened, the story of the people of the trench. The fire is bursting. Everyone is given the option either to leave the faith or to stay in the faith. They take people and their children, throw them. And they make them choose either to believe in the oneness of the God or you'll be thrown in the trench. And so they come to a lady with five children and the sixth in her lap. And they take her children one after another. Change your faith. I'm not changing my faith. They throw one baby. Until they got to the little baby in her lap. This is the most
difficult situation and relationship because the mother could love her children, but it's not going to be equal to the newly born child. And that's why the Quran is so specific when he wanted to describe for us the hardship of the hereafter. Allah says, in that day, the mother who's breastfeeding her child would throw her child away from the moment and the hardship of that moment. And you will see people walking around like if they're drunken, and they're not drunken, but the torture of Allah is so great. And when they got to that little baby, her iman started shaking. His heart, her heart is no longer steady, feast on the belief. She was about to say no, but the child, Allah made him speak, and he said, mother, stay put, you are in the truth. Her and her child was thrown in the fire. You can say that you are a mu'min. You can say that you are pious. But once you are put in such place, you will truly understand the depth of your belief. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفر الله غفور رحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن هذه المقدمة الطويلة والتي تقودنا إلى معرفة وسبر أغوار هذا العالم العجيب إنما تدلنا على الفتن والبلايا التي قد تقع لنا في الطريق، وقد تضعف أنفسنا أحيانا فنتجه إلى طريق خاطئ لا يوصلنا إلى شيء سوى غضب الرحمن عز وجل علينا. وأعلم أن هذا الأمر قد يكون شاقا على الكثير، ولا أدعي حسنا بشيء، ولا أدعي صلابة على شيء، ولا على قدرة على تجاوز التحديات والصعاب والابتلاءات، ولكنه من باب التذكير أذكر نفسي وأذكركم به حتى إذا جئنا إلى تلك الرحى أدركنا أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. This all introduction and pre-indexing of this matter is just a way to describe of how great the challenge can be in life. But regardless of the challenge's size or severity, we have always to hold feast to our beliefs. No matter how hard it is, we should know that Allah is always there to take care of our affairs. واعلموا أن الأشقياء الذين جعلوا همهم الأكبر إيذاء الناس لا بد أن تصيبهم تلك المصيبة في حياتهم. والله 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 أقولها صادقا، ما من عبد يؤذي عبدا مؤمنا أو أمة مؤمنة إلا وابتلاه الله عز وجل في نفسه بنفس البلاء. والقصص كثيرة والجمع كثيرة والأيام كثيرة والأيام بيننا. And know that anyone cause harm to any believer, Allah subhanahu wa ta'ala will not let him go easy off the hook. He will test him. He will punish him in this life and the hereafter. So rest assured that your business is in a great hand, the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. آخرا وليس آخرا أحب أن أذكركم أننا في هذا المسجد إنما ندعو إلى الله على بصيرة. وقد يزعج بعض الناس ما نتطرق إليه من مواضيع، وقد يستعجلنا البعض في شرح المواضيع التي يظنون أنها ذات أهمية. والأسئلة التي جاءتني في الأسابيع الماضية كلها سأجيب عليها، ولكن المهل المهل. أنا على علم بكل هذه المشكلات وكل هذه التحديات، ولكنني لا أستطيع أن أوقع كل شيء في خطبة واحدة. This is something you need to be known that this masjid, what we do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to the best of our ability. Some of the topics that we discuss sometimes, they're not to the liking of some. But we're not here to please people. And I get a lot of questions, and all these questions will be answered. Just give me time and I will get to them.
I try to answer some of the questions in accordance with the topic of the khutbah. Sometimes there are some khutbahs given somewhere else, people come and asking questions. And if you don't answer them, they think, oh, he's not answering, because no, we will answer those questions too. And بعض الأحيان تلقى بعض الخطب في مساجد مجاورة ويسمعون كلام ويستفتون ويقولون لابد أن تتكلم عن هذا الموضوع في خطبة الجمعة. وإذا لم نتكلم يظنون أننا لا نريد أن نتكلم. لا، سنتكلم عن هذه المواضيع، ولكن أريد أن نحافظ على السلسلة التي نحن منطلقين فيها. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من أهل اليقين والثبات، وأن لا يبتليني ولا إياكم لا في أنفسنا ولا في أهلينا ولا في أموالنا ولا في عافيتنا، وأن يجعل عاقبتنا كلها في الأمور خيرا، وأن يجعل أعمالنا كلها بما يرضي الله عز وجل، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها. لا تنسوا المسجد من التبرعات، المسجد يمر ببعض الضائقات المالية، فنرجو منكم أن تبذلوا بسخاء لهذا المسجد. اللهم اغفر لي ولإخوتي المؤمنين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوالهم، اللهم ثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وإنا نسألك يا ربنا أن تكون في لنا عونا ونصيرا، وأننا نجعلك في نحور أعدائنا ومن كادنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم وثبت أقدامنا في العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى، اللهم كل إخواننا في اليمن وفي أفغانستان وفي السنغال وفي كينيا وفي إثيوبيا والسودان والصومال وسائر بلاد الإسلام يا رب العالمين. كن عونا ونصيرا لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تبتلنا في إيماننا، ولا تفتنا في ديننا، واجعل عاقبتنا خيرا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، من فضل الله علينا وعلى عباده المسلمين أن من الله علينا بأن يدخل في هذا المسجد في كل فترة وفترة أحد في هذا الدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، فأنتم شهود الله في الأرض. Come brother. Say with me please. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول وحشر أن عيسى عبد الله ورسول. I bear witness that there is no one worth or deserve worship but Allah Almighty, and that Muhammad servant and his messenger, and I bear witness that Jesus Christ is the servant of God and his prophet, and his mother was a saint and a servant of God, and I believe in the existence of the hellfire and the existence of the heaven. Takbir, 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 Allahu Akbar. أخونا في الله اسمه عبد الله بعد الإسلام. Our brother became Muslim today, Alhamdulillah, and his name is Abdullah. Please make takbir and give brother inshallah after the salah. Uh,
الإخوان في أسعد بيكري يقولون أنهم ليس عندهم مانع أن الناس تستخدم المواقف الخاصة بهم، ولكن تجنبوا المدخل الأمامي للمحل أنه يقول أنه يسد على الضيوف القادمين عنده. The brothers in Asad Bakery, they say it's okay to park in their site. From the sites, they have two parking lots facing each other. They just, you know, complaining that some brothers block their front side of the store. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا، تراصوا تناظروا استووا، يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام.